بعد الترحيب بالزملاء والأصدقاء الصحفيين والناشطين معناها اختارت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية منذ تأسيسها في سنة 2013 وعند تنسيقها لمدة سنتين أعمال الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أن تساهم إضافة إلى عدد المبادرات والتحركات الأخرى في إلقاء الضوء على أهم الأسباب التي تمنع الإعلام التونسي من الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية لحرية التعبير، وكذلك في التحذير من خطورة هذه الأسباب ومن بينها انتهاك القانون المنظم للمشهد السمعي والبصري على عملية الانتقال الديمقراطي. من أن هذا التقرير هو امتداد لجهود بحثية أثمرت حتى اليوم تقريرين، الأول يتناول بالدرس حوكمة المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية في الدول الديمقراطية، وهذا كل موجود في الملف باش نسلموكم بعض الوثائق والتقارير، والثاني سبل الارتقاء بالإطار القانوني للإعلام في تونس. كما أثمرت هذه الجهود البحثية كتابا بعنوان التحول الصعب للإعلام من سنوات الاستقلال إلى ما قبل انتخابات 2014، وهذا الكتاب هو بقلم الأستاذ العربي شويخة، ومعناه السي العربي تكرم على جمعية يقظة لما كانت هي مسؤولة عن تنسيق شؤون الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، قال نعطيكم أنا الكتاب هذا تطبعوه وتبيعوه، ومعناها العائدات ترجع لجمعية يقظة، وهذا شيء نادر في المحيط العربي، فهذا وهذا زاد كذلك احنا نبيعوا فيه ووزعناها على عدد من المكتبات في تونس، وعائداته تساهم في التمويل، ولو هو الثمن نتاعه ماهوش معناها غالي لكن معناها مساهمة هامة جدا. معنى الإشارة كون هذا الكتاب أعده الأستاذ العربي شويخة الذي تجدر الإشارة إلى أنه التحق في الشهر جوان الماضي رفقة الأساتذة كلثوم كنو ولينا مهني وتوفيق يعقوب والصحفيين نادر أبو كسرة وريم وجمال بوريقة اللي موجودين حاليا معناها بالمكتب التنفيذي لجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وألفة بالحسين، سمحني نسيت معناها نحب بسرعة باش نمر للزبدة هذا اللقاء. هو التقرير يهدف هذا التقرير حول ملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة إلى التعريف بالمؤسسات القائمة وتعميم ثقافة الشفافية والإفصاح حول ملكية وسائل الإعلام التي تعتبر مثل ما تؤكد على ذلك منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات وعدد من المؤسسات المنظمات الدولية الحقوقية من أهم المعايير التي تضمن احترام هذه المؤسسات الإعلامية لمقتضيات التنوع والتعددية والجمهور، وتمثل أحد الشروط الأساسية لضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية وعدم تدخل المساهمين في رأس مالها فيما يتعلق بالخط التحرير. يلاحظ التقرير كذلك أن المشهد الإعلامي في تونس يتسم بضبابية ملكية المنشآت السمعية والبصرية الخاصة نظراً لغياب المعلومات والمعطيات الدقيقة حول هوية أصحابها وأوضاعها المالية، كما أن هذا المشهد يفسح المجال أمام ظهور منشآت إعلامية تمتلكها شركات أو أفراد تعمل بشكل غير معلن لحساب أطراف أخرى خفية ولا تكترث بكراسات شروط القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيكا. ويعد المشهد السمعي والبصري في نوفمبر الجاري 11 قناة
تلفزية و24 محطة إذاعية خاصة مرخص لها، تأسست غالبيتها خلال الفترة الفاصلة من بين عامي 2011 و2013 بمبادرة من رجال الأعمال. كما يحتوي التقرير على معلومات حول هذه المنشآت السمعية والبصرية والمساهمين في رأس المال وظروف التأسيس في عهد الاستبداد وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي. وأحيل الكلمة الآن إلى الباحثة والصحفية والصديقة منى مطيبع لتقديم التقرير. القطاع متاعنا نحب نخص بالشكر سي كمال العبيدي طبعا، سي بشير ويردة لأنه هو اللي كان وراء هذا المشروع اللي إن شاء الله هو طبعا كما يعني تعرفوا الكل هو عمل الوسيلة الإعلامية، المؤسسة الإعلامية هي كائن حي، هي كل يوم كل يوم عنده حاجة جديدة، هي تحيا تتولد تموت تتجدد، عندها كل يوم حاجة جديدة. يعني المعلومات هذه هي حاولت أن نكون أنها تكون أجد ما يمكن، معنا أحدث ما يمكن من معلومات، ولكن كل يوم والحمد لله فما الحكاية هذه، كل يوم فما جديد في المؤسسات في المشهد الإعلامي. الهدف من التقرير كما قال السي العربي هو أنه نقدم إنارة ولو ضئيلة، محاولة بسيطة من أنه إنارة الرأي الإعلامي وكذلك الصحفيين، لانه احنا نعمل في مؤسسات اعلاميه في بعض الاحيان ناس ما تعرفش روحها عن شكون تخدم، معناها انتم شفتوا الوضعيات اللي تعديناه اللي عشناهم وما زلنا نعيشوهم، ويمكن اليوم قال ما نعرفش جماعه حنا بعلي ظلي، دونك معناها ناس ما تعرفش روحها عند على القليله وقت اللي باش تلجا للقضاء بشكون ترفع قضيتها، معناها شيء غير معقول. وقت اللي هو من معناها من الـ الأشياء الغريبة إن المعلومة أوفيت معناها هي متوفرة متوفرة، لأنه كما قلنا المؤسسة الإعلامية أنا ننتمي إلى جيل كنت المؤسسة الإعلامية والإعلام بالنسبة لي هو المساج، هو حرية التعبير، هو المسألة هذيك. ولكن فما مسألة مهمة جدا وطرحت بشكل كبير في وقتنا الحالي، إن المؤسسة الإعلامية هي راهي مؤسسة اقتصادية ويبدو انها مربحه جدا مربحه جدا لبعضهم، علاش ما لا نفهموا احنا رجال اعمال يتهافتوا ومشاكل كبيره معناها واقفه واعتصامات عند الهايكا واشياء معناها كبيره باش الناس تاخذ رخص باش الناس تقدم باش الناس تكون هالمؤسسات هذه. دونك معناها التقرير كما قلت معناها جاي باش يقدم بعض من هذه المعلومات. شفافية ملكية وسائل الإعلام في تونس، شفافية ملكية وسائل الإعلام منظمها التشريع التونسي والقانون التونسي، باش يكون في بالكم حتى قبل على اليمين حتى قبل 14 جانفي، معناها أنه كان فما قانون الشركات يضمن بعض في جوانب منه باعتبار أن المؤسسة الإعلامية كما قلنا هي مؤسسة اقتصادية إيجالمون، دونك ينظم في بعض الجوانب منه مسألة الشفافية اللي هي بالأساس الإفصاح عن مالكي هذا المال، عن مالكي هذه المؤسسات. بعد 14 جانفي يزيد تدعم المنظومة التشريعية بالمرسومة 115، المرسومة 116، القانون المرسوم 41 اللي حقق حقنا حق النفاذ إلى المعلومة اللي هو أنا حسب رأيي بنفس الدرجة من الأهمية كيف وكما حق حرية الصحافة حرية الإعلام وربما أكثر، خاطر تبدأ عندك أنت حرية وما عندكش حرية النفاذ. أشنو اللي نلقاو؟ نلقاو الناس تسيب في جنونها على الفيسبوك ويعملوا في الباز بطريقة أو بأخرى، ولكن ما ينفذوش، ما عندهمش الحق باش ينفذوا إلى المعلومة هذا الحق اللي هو حق معناها أساسي. كذلك كراسات الشروط، كراسات الشروط الهايكا وقت اللي وضعت كراسات الشروط مع لينريك، خاطر لينريك هو مشروع لينريك ثم تدعم معناها تبنيته الهايكا وواصلوا فيه في عديد الجوانب منه، هو فيه عديد الإجراءات والضمانات لضمان شفافية ملكية وسائل الإعلام، معناها شكون اللي وراء المال اللي وراء هاك المساج وهاك الشيء اللي قاعدين نبثوا فيه ونعجوا فيه. التساؤلات هي كانت تساؤلات بسيطة، شكون أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس؟
هل احترمت هذه المؤسسات النصوص والقوانين المنظمة للمشهد الإعلامي والقطاع الاقتصادي بشكل عام؟ سؤالين معناها كانت معناها أسئلة بسيطة من المفروض ما نطرحهمش، لأني المسألة المفروض كانت المعلومة تكون متاحة لدى الجميع، ولكن مالوغوزمون احنا قاعدين نشوفوا وقت اللي قالك لا هذاك معناها سليم الرياحي مثلا اللي توا فيه على أساس أنه هو هل هو يملك أم لا، أسكو يملك ولا لا؟ المفروض أنه احنا ما نتسائلوش، نعرفوها المعلومة تبدأ عنا حاضرة. أهداف التقرير قدمهم سي كمال، دونك هو المساهمة، أنا نحب معناها أنا من منطلق قال آخر ذاتي كان تسمحوا، هو التعريف بالمؤسسات الموجودة، ولكن عندي أنا نتمنى أنها تكون خطوة وإلا لبنة في اتجاه تدعيم مسار الشفافية. الشفافية هي اللي باش تفضلنا الإشكالات الكل، لأنه يولي كل شيء المسائلة تولي سهلة، اللي ناوي يعمل أي مخالفة يعرف اللي وراه راه فما ناس نجم تحصل على المعلومة. دونك حتى من حيث الفساد أو التلاعب أو معناها الأشياء هذه تكون أصعب نقوله أحنا على اللي يحبوا معناها دونك الاطلاع على مدى تطابق المشهد الإعلامي مع معايير زادة التعددية والنزاهة ومدى تحصنه تجاه الأطراف المشبوهة من لوبيات سياسية دينية ومال فاسد. منهجية التقرير، الفترة الزمنية طبعا بدينا من 14 جانفي 2011، ثم وصلنا إلى نوفمبر 2016. الطموح متاعي أن إن شاء الله العمل لذي أنه يتوجد بطريقة أنه يقع المواصلة متاعه وخاصة وتوسيعه. دونك التقرير هذا يقف في نوفمبر 2016. العينة كانت تتكون من 11 قناة تلفزيونية و24 محطة إذاعية خاصة مرخص لها، يعني عندها الترخيص الإجازة من الهيكل. 6 مؤسسات من بينها 4 إذاعات نشأت قبل 14 جانفي 2011، وهي اللي ما زالت تعمل كما تعرفون، إكسبريس، جوهرة، موزاليك وإلى إلى ذلك. ثم عندنا 11 مؤسسة تحصلت على توسيع من هنريك في مرحلة أولى، ثم تحصلت على الإجازة من الهيكل من بينها 9 إذاعات منهم راديو ميز جنوبية، ثم عندنا 18 مؤسسة تحصلت على الإجازة مباشرة من الهيكل بعد المشاركة في لابيل كونديداتور، منهم 6 قنوات تلفزيونية. القائمة كلها توجدوها طبعا في التقرير. علاش مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص؟ خاطر احنا اليوم المشهد بتاعنا هو مشهد متنوع. عندنا المؤسسات طبعا العمومية، واللي اليوم من محاسن الصدف عندهم ندوة اليوم النقابة على التلفزيون العمومية. ثم عندنا المؤسسات الجمعياتية اللي هي ان غون دوسيي، ونتمنى انه يتوجد شكون يكون انتريسي باش يواصل في هذا المجال. دونك احنا اختصرنا في التقرير هذا على مؤسسات الاعلام السمعي البصري الخاصة لانه صبغتها تجارية. دونك فما انتري على القليلة معناها من صفتها من صبغتها ديجا فما انتري معلن انه ممكن يوحينا الى اشياء غريبة. دونك التقرير استند على منهجية كما نقولو احنا بسيطة، هي تحليل وثائقي، يعني اعتمدت على الوثائق وعلى خاصة انا مهومة ياسر بالاوبن داتا، معناها بالانمو المتاح من غير لا نعمل لا كاميرا كاشي لا نعمل صداقات خلاف مشبوهة بوغ افواغ دو لافورماسيون لا صداقات اخرى، ولكن معناها هي معلومات من المفروض قانونا هي متاحة وهي متاحة. أهم مصدر هو السجل التجاري. السجل التجاري هدايا على الإنترنت في بيتك 10,000 فرنك تتحصل على قانون الأساسي نتاع أي مؤسسة اقتصادية تظهر لك في مخك. أي مؤسسة عندك بلاتفورم في دارك تخلص بالكارت. حبيت أنا معناها من أهداف أني نعرف الناس أنه ها شنو موجود. هدايا خدمات موجودة قبل 14 جانفي، متاحة قبل 14 جانفي لكن الناس ما تعرفهاش.
دونك اعتمدت على الوثائق اللي في الريجستر دو كوميرس السجل التجاري اللي هو يفرض على قانونا يفرض بحكم المراسيم كراسات الشروط وقانون الشركات انه يقع نشر والافصاح على مجموعه من المعلومات اللي هي القانون الاساسي. القانون الاساسي دي شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه اسم الحصص، بطاقه التعريف، اين ولد، مولى المؤسسه اللي تقع في اطارها اداره المؤسسه الاعلاميه. دونك عندنا الا الوثائق اللي تلقاوها، تلقاو القوانين الاساسيه، الموازنات الماليه، معناها من المفروض عليهم انهم يحطوا الموازنات الماليه. شنو نلقاو كي نراجعوا السجل التجاري؟ نلقاو كان موزايك هي فقط اللي قاعده تحط ساعات بعض مش كاملين الموازنات نتاعها. دونك بعد عندنا الرائد الرسمي اللي هو زاد متاح على الانترنت في بيتك، انفوجور هي معناها مجله رسميه، كل تخرج كل اسبوع، يقع تحديثها كل اسبوع، فيها المعلومات زاد الاساسيه على اي مؤسسه اقتصاديه عند التاسيس ما تنجمش. انفوجور.ان زاد متاح مجانا ويعطيك عديد المعلومات وموجوده معنا. مثلا نعطيكم نسمه قبل 14 وبعد 14 حمله وناس هابله، هاسكو فما برلسكوني ولا ما فماش في راس مال نسمه، وقت اللي هي المعلومه متاحه وموجوده على انفوجور محطوطه المؤسسه اللي تزيد تلوج عليها تلقاها هي معناها برلسكوني الي دودون. دونك معناها فما اشياء اللي ما احنا ما لازم ما مصادر اخرى طبعا هي التقارير، كل بيانسور تقارير النقابه لسنجيتي، تقارير التقرير الهيئه الوطنيه لاصلاح الاعلام، تقارير وبيانات الهيئه العليا المستقله الهيكا، مركز تونس لحريه الصحافه، منظمه الماده 19 واليونسكو. محاور التقرير هو في معناها بشكل فيه الجزء الاول هو اطار عام للمشهد السمعي البصري الخاص في تونس منذ 14 جانفي 2011، يعني هنا حاولت اني نعمل جرد تقريبا كامل لكل النصوص والاجراءات وكل الخصوصيات اللي وقعت بعد 14 جانفي، خصوصيات القانونية المؤسساتية، حق النفاذ للمعلومة. ثم عنا في الجزء الثاني هو في شكل ديفيش، يعني هو جداول كل مؤسسة عملنا لها جدول فيها اسم المؤسسة، مثلا موزايك اسم المؤسسة نتاعها، الوكيل الحالي في نوفمبر 2016، المؤسس وقتاش بدات البث، وقتاش صحت مع الهيكا، وقتاش خذيت شي توصية من الانريك، متى بدأت البث. ثم جدول ثاني هو قائمة المساهمين، شكون المساهمين في المؤسسات هذيا. دونك مساهمين ثم الاسم يعني اسامي الاشخاص او مؤسسات، خاطر كما تعرفوا رأس مال المؤسسات الإعلامية ولا مؤسسات اقتصادية أخرى، يجب يكون شخص ثم أو يكون مؤسسة اقتصادية مؤسسة أخرى. يعني مثال عندنا مؤسسة توا اللي باش تخرج إن شاء الله إذاعة مسك اللي هي خذات الترخيص نتاعها الإجازة من عند الهيكا باسم موسيقى وثقافة، نعم إذا يعطيك الصحة بالضبط، إذاعة الثقافة والموسيقى اللي المؤسسين نتاعها في رأس مالها نلقاو انجينيون اللي هي مؤسسة على ملك الجروب بن يدر، معناها تلقى فما حضور مؤسسات تونسية أو مؤسسات أجنبية، كما الوضعية نتاع مثلا نسمة اللي قلنا نسمة معاها الجروب بيرلوسكوني أي أنوتخ جروب. أهم الاستنتاجات، دونك حسب المعلومات المحينة إلى غاية نوفمبر 2016 اللي قامت المؤسسات الإعلامية بنشرها والإفصاح عليها طبقا للقانون، ماهيش مزية من حتى حد، هو تطبيقا للقانون، ولكن القانون وللأسف
كما هو الحال بالنسبة لأغلب المؤسسات الاقتصادية في تونس، الملكية هي مؤسسات عائلية، هي مؤسسات عائلية، فإن ملكية 18 مؤسسة إعلامية من أصل 35 هي ذات صبغة عائلية. مثلا أكسجين هي عائلة ربنا، إشعان بإطليلي، راديو ميد الصيد، نجمة أفام زروق، الجنوبية العجرودي، والإنسان الشابي. هنا طبعا أنا خذيت خاطر هنا نجم تلقى مؤسسات يبدأ فيها اثنين، مثلا التاسعة، مثلا التاسعة نلقى سي بن غربية وابنته أميرة، اثنين موجودين مع رجال أعمال آخرين داخلين في رأس الماء بين 9 و10 سنوات. عند الحق هو القانون هي هو الأساس، إنه لكل الحق إنه يملك وإنه يملك، وإنه معناها ما فماش حتى مشكلة، هذيك حق دستوري زادة، معناها حق الحق في الملكية. ولكن هنا الإشكالية وين؟ إنك يلزمك تفصح أنت شكون، معناها وقت اللي قاعد تخرج مؤسسة قاعد تخرج في دي ميساج، لي ميساج هذوكم منين قاعدين يخرجوا؟ فما ممكن تكون ما نعرفش أنا، معناها فما نجم يكون تضارب مصالح. اون بلوس دو سا احنا توا مازلنا في وضعيه بدايات، مازلنا في بدايات، قاعدين نشوفوا رجال الاعمال مع معناها هما اجلاء وقاعدين يخدموا في الاقتصاد التونسي وما فما حتى مشكله. ولكن كيما قاعدين تلاحظوا اهتموا بالسياسه فلقيناهم اكتسحوا مجلس البرلمان، اهتموا بالاعلام لقيناهم اكتسحوا المؤسسات الاعلاميه، ينجموا زاده يكتسحوا غدوه وقاعدين وبصدد الرياضه وممكن تكون أشياء أخرى. الأساسي المهم في المسألة كلها أنهم يعلنوا أنهم يكونوا مطابقين للقانون ويفصحوا عن ملكيتهم لأشياء اللي هي قاعدة تأثر في الرأي العام. دونك الأغلبية من رجال الأعمال هنا برك جسيد خاطر فما أكثر، عنا مثلا نلقى مجموعة الحملوني في موزايك، بن يدر في نجمة، ملولي في جوهرة، حشيشة ومقني في حنابعل، الصيد في راديو ميد. مثلا راديو ميد مهمة جدا، معناها شنو نلقاو؟ نلقاو الرأس مال الإذاعة هو يتقاسموه مدمازيل زهور الصيد ابنة زهير الصيد عن طريق 4 مؤسسات تعود إلى زهير الصيد. دونك حاجه هايله برشا، معناها عندنا المجموعات الاقتصاديه كما تراو. دونك الصحفيين، ولو اني انا من جيل اللي نعتبر اللي المؤسسه يلزم الصحفيين هما، ولكن مالوغوزمون الصحفيين ما هوش موجودين بشكل معناها واضح في ملكيه المؤسسات الاعلاميه، ما بادروش، ما نيش عارفه معناها ما عندناش التربيه هذه على 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 تكوين مؤسسات اقتصاديه. نلقاو 9 مؤسسات اعلاميه فقط هي جات بمبادرة من صحفيين أو كانوا صحفيين. إذاعة كنوز هي معناها من الأمثلة الهائلة، معناها الفريدة، لأن تقريبا كل المؤسسين أصحاب المساهمين في رأس مال المؤسسة هم يا إما ديزانيماتور وإلا صحفيين. ثم عنا مسؤولين سابقين في مؤسسات إعلام عمومي كما مدير إذاعة جوهرة اللي هو كان مدير إذاعة الشباب وإذاعة الكيف قبل 11 جانفي. ثم عندنا زادة الرباط FM اللي فيها سي بوعبانة يظهلي اللي هو كان مدير في التلفزيون الوطني. دونك عندنا تركيبة رأس مال الشركات كما قلت في المقدمة هذه نمر عليها، عندنا 13 مؤسسة إعلامية من العينة، يعني من 35 مؤسسة اللي تكون المشهد الإعلامي الخاص في تونس هي فيها مؤسسات اقتصادية تونسية أو أجنبية، ولكن نلقاو الأجانب أكثر متواجدين في التلفازات، لأني المسألة غاديكا ربما تكون أهم وزاد خاطر يلزم فيها تمويل أكبر. دونك نسمة تي في، حنا باع الفيرست تي في الجنوبية فيها مؤسسات اقتصادية، الجنوبية هي مؤسسة العجرودي في حد ذاته. ثم عنا جوهرة اف ام، شمس اف ام، صبرا، اوازيس، ابتسامة، هذوما اغلبهم زادة فيهم هما فيهم مؤسسات اغلبها
التونسية. الشركاء الأجانب هما رجال أعمال مؤسسات اقتصادية معروفة بنشاطها في الصناعات الغذائية، في المقاولات، في الأنشطة من هذا القبيل. النوع الاجتماعي ما نجموش نتغذيو عليه، خاصة وأنه قطاعنا الكل نساء تقريبا، معناها النسبة هامة من السيدات هما في القطاع الصحافة، ولكن كما في المؤسسات الاقتصادية الأخرى ما نلقاو كان 27 امرأة من بين المساهمين أو أعضاء في مجالس إدارة لمؤسسات هذه الإعلامية، من بينهم 9 نساء ضمن سجل تلفزة تي في عندها عدد خطر كبير، منهم أحصيتنا 9 وعندنا طفلة في قناة 9 تي في. النساء اللي ارتبطت، نقول هنا ارتبطت خطر هنا هي تكون جيرانت، لكن نجم نقول كان ارتبطت أسماءها بتسيير مؤسسات، لأنه مالوغوزمون نعرفوا وما نجمش نقول لكم شكون، ولكن المعروف انه في عاد في اغلب الاحيان مالوغوزمون النساء تلقاهم بلوتو محطوطين كيما معناها كبريتنون، يعطيك الصحه بالضبط. ما قلتش هذوما السيدات بريتنون، باش نبدا اموري واضحه. نلقاو مدام الفا التونسي هي مؤسسه كابي فام، انصاف الهلالي مؤسسه ام اف ام، راديو ماد مدام زهور السيد، الحوار التونسي مدام اسماء بن جميع، حرم سيل فهل هي وكيل. ماذا عن احترام معايير الشفافية ملكية المؤسسات الإعلامية؟ هنا بعد ما عملنا هالجرد هذايا السريع، شوفوا توا المعيار الأول هو الشفافية في علاقة مع الجمهور. أنا في العمل هذايا اعتمدت المنهجية التالية، أنه خذيت الإجراءات أو التوصيات اللي ضمنتها الهيكا بشكل واضح في كراسات الشروط اللي صحوا عليها المؤسسات قبل ما ياخذوا الإجازة. دونك منهم المعيار الأول هو الشفافية في العلاقة مع الجمهور، تضبطها كراسات الشروط الهيكا في معلومات بسيطة جدا، تطلب الهيكا بشكل واضح وبسيط جدا إن المؤسسة الإعلامية يكون عندها موقع إلكتروني، اني على هالموقع هذايا تحط معلومات بديهيه، يعني عنوان البريدي، اسم صاحب الاجازه، اسم المدير المسؤول، الممثل القانوني، الاسم الاجتماعي للشركه، الشكل الشركه، راس مالها، مقرها، الموازنه الماليه، وكراس رابط لكراس الشروط والاتفاقيه الممضاه مع الهيكل. هذه بناء البديهيات اللي موجوده في كراسات الشروط الهيكل. شنو نلقاو؟ نلقاو بعد ما نتابعوا المواقع الالكترونيه، نلقاو انه ما فما حتى مؤسسه اعلاميه تقريبا انها تفصح على هويه صاحب المؤسسه، ما عدا جوهر اف ام اللي يحط المدير نتاعو. دونك عندنا هذه، ثم فما المواقع عدم نشر على المواقع طبعا كراسات الشروط والاتفاقيات اللي رينا تصاور التصحاح، وحاولت نكبر في التصوير، قلت نجمش نراح ويجا، ما فما ما نجم نراو شيء، اني معناها لا المؤسسات نشرت روابط كراسات الشروط اللي موقع عليهم. كراسات الشروط مهمه جدا، خاطر فيها حتى عدد الصحفيين المؤسسه باش تشغلهم. شفنا احنا عديد المؤسسات بعد ما خذاو الاجازات شنو اللي عملوا؟ طردوا الصحفيين وقت اللي هو ماخذاو الاجازه على اساس معايير وشروط محدده. هنا زاده معناها تو بعد ان شاء الله نشوفوهم في التوصيات، اني من المفروض ما ان الهيكله فارضه في كراسات شروطها على المؤسسات انها تنشر الروابط، لي معناها دونك هي معلومات متاحه، ومعناها من المفروض اني الهيكله على موقعها هي نفسها تنشر هذه المعلومات، لكن مالوغوزمون في موقع الهيكله ما نلقاوش لا روابط هذه، نلقاو كان قائمه بمؤسسات بدون حتى الاسماء لمن معناها نقعدوا نلوجوا في التصاور باش نعرفوا شكون نخذي. المعيار الثاني هو الزاميه التسجيل والاشهار، اللي هو هذا المعيار يطبق على اي مؤسسه اقتصاديه بما في ذلك المؤسسات الاعلاميه طبعا. اغلب المؤسسات لا تنشر الوثائق، واذا نشرت ما تنشرش الوثائق كامله. لا نجد القوانين الأساسية لبعض المؤسسات على موقع السجل التجاري اللي من المفروض أنه يتوجد، أكيد هو معامله، أكيد هو مسجل، ولكنه لم ينشر على موقع السجل التجاري، وبالتالي فما خلل كالكوبا.
دونك عندنا المؤسسات اللي نوفمبر ماهوش موجوده قوانينها الاساسيه على السجل التجاري، فيرست تي في، شمس اف ام. تقول انت شمس اف ام اللي توا الدوله عندها معناها الادمنستراتور، دونك هي بنفسها ماهيش مطابقه للقانون. عندنا كاب اف ام، راديو ميد، نجمه، اي راديو الرباط، كنوز اللي قعدت لاخر لحظه ما فماش اوغوزمون فينالمون نلقاه منشور كيفها كيما اف ام براد اللي هي متاع كلمه اللي خذيت كلمه زاده ريسامون حطوا القانون الاساسي نتاعهم على الموقع السجل التجاري، وهكاك عرفنا اللي سي باديس هو اللي لو جيرون ماهوش مساهم في ماهوش مساهم. المساهمين هما اثنين اخرين، سي الياس الخوني وسي شاهين عماره، هما الاثنين المساهمين في راس مال كلمه. سي الياس الخوني ومعناها زاد هو نلقاوه مساهم في الحوار التونسي، معناها تقعد تقول انت معناها هنا فما خصام قانوني وقضاء بين زوج مؤسسات، ولكن الفلوس ما عندهاش ما عندهاش ايش حتى مشكل تتجاوز كل الخلافات، معناها ان شاء الله برشا ناس معناها يعملوا. دونك تلقاه موجود في اكسيونير في كلمه في كلمه، واكسيونير في الحوار التونسي. دونك المعيار الثالث هو شفافيه سجل المساهمين. ايش معناها هذا؟ معناها انهم ينشروا القائمه نتاع المساهمين. هنا ما نلقاو فما مؤسسات ينشر القائمه ما يحطلكش الحصص، ما ينشر الجمله هو واش يقول له عقله. دونك فما احنا تو في التقرير تو تلقاوهم دي فيش، طبعا قال الاخر جل من لا يسهو، ورب كما قلنا هي المؤسسه هي في طور ديما في حاله حيه، معناها المؤسسه الاعلاميه كما اي مؤسسه اقتصاديه هي كائن حي، دونك ربما اما من المفروض انه يتوجد، دونك في السجل التجاري غير موجود. عندنا هنا 12 مؤسسه تبعت سياسه التعتيم الكامل نظرا لعدم افصاح عن هويه المساهمين في راس مالها ونسب توزيع الحصص فيما بينهم. وهنا نسب التوزيع مهمه، خاطر لما حال اليوم ما فماش تقاطع كما قلت لكم، ما لقيت انا بيرسونيلمون ان شاء الله يلقاو ناس اخرين، خاطر ذا سان ترافاي دانفستيغاسيون، التقاطع مهم جدا، خاطر هنا فما قانون يقول اللي ما عندكش اللي عنده اكثر من 5% ما عندوش الحق انه يكون في مؤسسه اخرى. كي انت ما تقوليش السيد هذا ولا السيده عنده 5% عنده 20% ونلقاه في مؤسسه اخرى، نجمش نقول انه فما كونسنتراسيون، انه فما مركزه للوسائل الاعلام، ما نجمش نقول، لكن تبقى الشبهه موجوده، واحنا ضروري من اجل شفافيه القطاع لابد من رفع الشبهه. دونك عندنا 12 مؤسسه ما تقولناش المساهمين، يا اما ما تعطيناش اسامي المساهمين جمله او ما تعطيناش توزيع الحصص. ثم عندنا القنوات، من ذلك القنوات نعطي الاسماء خاطر كله موجود في التقرير. عندنا شمس اف ام، شمس اف ام تلقى المؤسسه نتاع مدام سيرين بن علي، ولكن وتلقى شاكي بن ويره، لكن ما تلقاش الحصص، الحصص قداش. ثم عندنا كاب اف ام، صبرا اف ام، صبرا اف ام تلقى لاليس ما تلقاش النسب، كاب اف ام لا ميم شوز، صراحه اف ام نجمه كذلك، راديو الرباط، اذاعه مسك اللي ما زالت بصدد الانشاء. عندنا في القنوات التلفزيونية عندنا حنا بعل تي في، ما تعرفش زادة، تعرف اللي فما مجموعة حشيشة مقني، لكن ما تعرفش قداش الحصص. فيرست تي في، فيرست تي في فيها على القليلة قائمة ب 20 شخص من كل قلاخر، معناها أسماء كبير معناها موجودة، فما 20 شخص، لكن هل أنهم كلهم أقل من 5%؟ خاطر القانون يعطيه أنه إذا كانهم أقل من 5% دونك شكون اللي كلمتهم 20؟ دونك يلزم معناها الامور هذيا توضح. تلفزه تي في، ام تونيزيا، ام تونيزيا هذيا تنقلت، الملكيه نتاعها عديد المرات، فيها معناها تلقى اسماء معروفه منهم ابن سي القروي البرومي مينيستر في قبل 14 جانفي، سي حامد القروي كان ما بغمي لي زاكسيونير وخرج. ثم تلقى اسماء جديده، تلقى فما اسماء انا حاولت زاده اني نبحث في كل اسم،
لكن فما اسماء اللي غابت عليها. انتوما توا معناها الناس اللي باش يتحصلوا على التقرير يكون معناها قال الاخر يكونوا مساهمين في انه تقع تحيين واماطه، معناها مش اماطه اللثام ولكن معناها الافصاح وتوضيح بعض الشخصيات المساهمه في هذه المؤسسات. في الحوار التونسي، الحوار التونسي نلقاو مدام اسماء، نلقاو اخت سي سامي الفهري، نلقاو كما قلت لكم سي ياسر خوني المساهم في كلمه، نلقاو محامي سليم الريحي في قضيه كلمه الى اكسيونير في الحوار. معناها هذوما معلومات كلها حاولت هكا بشويه بشويه نقوم تلقى تقاطعات نتاع انفستيغاسيون. يعني مثال نلقاو سي محمد الجربي اللي هو اكسيونير في الحوار، المقر نتاعو مكتبه مكتب محاماه، هو كذلك مقر الاجتماعي لأفام برود اللي هي نتاع كلمة. شوف قداش المال يكون من بعضه. دونك بالتالي لا يمكن تقييم مدى أهمية ظاهرة مركز ملكية وسائل الإعلام، عملتها باللحمة خاطر هذايا إقرار بعدم قدرتي هنا على أني نعطي معلومة معناها كاملة. وهنا يبقى دوركم أنتم ودور إن شاء الله الصحفيين ودور الهيكا أنها تخرج لنا عديد المعلومات، لكن يبقى رغم شح المعلومه فانه يمكن الاشاره الى تواجد بعض التقاطعات في ملكيه بعض المؤسسات الاعلاميه نظرا لحضور نفس المساهمين في رفض منها. قلت لك كما حكيت معاكم الحوار التونسي وراديو كلمه التي تديرها اف ام برود، واف ام برود اللي الجيرون تاعها سي بديس السافي هو كشخص مش كاف ام برود كشخص مساهم في الحوار التونسي. سي اليان الياس الخوني مساهم في كلمه والحوار. فما بالنسبه للكلمه لي دو اكسيونير اللي موجودين في ستاتيو اللي موجودين في الوثائق الرسميه هو سي الياس الخوني اللي هو مساهم في كلمه والحوار، ولكن كذلك نلقاو سي شاهين عماره اللي هو موظف في تونيزيا هولدينغ اللي هي على ملك سي سليم الريحي. به لا محاله، هذا لا يمنع ذاك، ولكن باش نحاول نكمل المعلومه. عندنا المثال الثاني هي ميزايك اف ام وجوهره اف ام اللي نلقاو فيها رجل اعمال سي لازهر ستا اللي هو من المعروف معناها رجل اعمال معروف من قبل 14 جانفي، عنده عديد المشاريع مع سي بلحسن الترابلسي. سي لازهر ستا لا محاله الاسهم نتاعو اللي موجوده في ميزايك واللي موجوده في جوهره، لكن هذا الكل تعمل قبل 14 جانفي، هي طبعا عليها الادمنستراسيون دو ليتا. الالتزام بالترخيص المسبق واشهار عمليات التفويت. نتفكروا كلنا قداش صارت اشكالات الحوار تبيعت ما تبعتش، كلمه تبيعت ما تبعتش، فما معلومات حول، ولكن هنا القانون باش يقول في التقرير باش تلقاو انه قدم في كل نشوف الكراس الشروط القوانين شنو تقول فيما يخص التفويت. طبعا اي انسان ينجم يبيع ويشري معناها ما فيش حتى مشكله، ولكن فما قانون معناها زاد يقول انه لابد من الاعلام واخذ معناها الترخيص من الهيكا، خاطر ما نجمش انت مؤسسه تقوم تبيع هي عطات على اساس ناس معينين، مش ممكن انهم هما يتصرفوا كوم سي سيتي معناها معمل نتاع طماطم ولا. دونك هذو مؤسسات اعلاميه ما تنجمش تمشي للناس قد يكون فيهم اشكال اخلاقيه مهنه وما الى ذلك. اللي نلقاو خرجت فيهم معلومات فيما يخص البيع والشراء وكما حنا باع الحوار راديو كلمه وام تونيزيا، ولكن لم يرافق ذلك اي تحديثات في السجل التجاري كما يقتضيه القانون، حيث اكتفت هذه المؤسسات في اغلب الاحيان بنشر معلومات منقوصه في الرائد الرسمي كيما الكا نتاع الحوار التونسي. الحوار التونسي قالوا عما اجتمعنا عملنا جلسه عامه وقامت وتم معناها تفويت في الاسهم الى مدام اسماء بن جميع ايبوز فهري وبقيه المساهمين. المعيار الرابع هو شفافيه الموارد الماليه وشفافيه الخط التحريري، وان كان هذا ماهوش في علاقه مباشره بمساله الموضوع الاساسي نتاعنا اللي هو مساله ملكيه
وسائل الإعلام، ملكية المؤسسات التي يتم في إطارها إدارة المؤسسات الإعلامية. نظرا لعدم احترام واجب النشر فإنه يصعب تقييم شفافية موارد المؤسسات، يعني هما ما يلتزموش بالقانون وبكراسات الشروط اللي هما صحوا فيها عن معناها عن علم بكل مقتضيات الأمر، لكنهم ما ينشروش الموازنات. المعيار الخامس هو شفافية الخط التحريري. إلى غاية إنجاز هذا التقرير عندنا كان موزايكا فام ودغنيغمان أوازيسا فام هي فقط اللي تنشر ميثاق تحريري على الموقع. موزايك عندها منظمة أفضل لأنها تنشر تحط كذلك الكوردوني متاع الموفق اللي حطته للجمهور. المرحلة القادمة، المرحلة القادمة هذه طبعا هو أنه يقع تحيين وتدارك ربما الأخطاء ربما، لكن أنه تقع الشفافية وأنه يقع الإفصاح وفقا للقانون، ما هي مزيد حتى حد، وفقا للقانون ووفقا لكراسات الشروط اللي موقعين عليها الناس الكل، أنه يقع الإفصاح على المعلومات المطالبين بها. ولكن لابد من أنه يقع تعميم وإثراء هذا العمل، أنه لابد من الاهتمام بمؤسسات الإعلام الجمعياتية، لأنه غادي دوسي كبير، لأنه الجمعيات نتوما بيتكم تعرفوا هما في حد ذاتهم دوسي، وخلي عاد كي تبدا مؤسسات إعلام جمعياتية. المواقع الإلكترونية اللي تو ينظمها حتى قانون، دونك معاهد صبر الآراء ضروري أنه يقع الاهتمام بأنه نشوفوا شفافية ملكية هذه المؤسسات، خاطر كما تعرفوا أنه في كراسات شروط الهايكا كذلك أنه ما يلزمش يكون فما تقاطع بين معاهد صبر الآراء والمؤسسات والأخ كما، لأنه نتمنى أنه الثقافة هذه ثقافة الشفافية اللي هي طبقا للقانون واللي ما يتغشش منها حتى حد، خاطر أنت داخل في سياق اقتصادي، يعني تعرف اللي يلزمك تنشر المعلومات هذه وهي معلومات بديهية هي ما تضر لا بتنافسية المؤسسة لا بتحسينها، لا هي معلومات معناها إدارية تقريبا، ولكنها في بعض الأحيان هي صعبة المناء. وشكرا على الإصغاء. شكرا منى على التقديم وعلى هذا العمل القيم اللي كما قلت معنا بشفقة، معناها يتطلب مزيد من الجهد. لما تشوف المؤشر نتاع منظمة الشفافية الدولية في بداية سنواتها بعد التأسيس، تلقى تونس هي قبل كل الدول العربية، لكن على مر السنين هذا خاصة في التسعينات كان بدأ معناها التراجع، وفي كذلك بعد في العشرية الماضية في العديد من الدول العربية اللي أصبحت معناها أكثر شفافية من تونس، من بينها الأردن، من بينها قطر، من بينها الإمارات، من بينها كذلك في بعض الأحيان الدول ذات كذلك الخليجية الكويت. فهذا معناها الشفافية هي مرتبطة بمعناها مدى حرص كذلك الدولة، هي المجتمع المدني من واجبه باش يتحرك لضمان حق المواطن في الإعلام بكل ما يجري في البلاد. وهذا معناه يستوجب قبل كل شيء التشاور بين منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، وكذلك اللي وهذا معناه مكسب من مكاسب تونس، معناه بدأت العديد من الجمعيات وكذلك المواقع الإلكترونية مشكورة بإلقاء الضوء على معناها قضية الشفافية ومعناها وكذلك مقاومة الضبابية اللي قاعدة مخيمة على المشهد كله، المشهد السياسي والمشهد الإعلامي. فيه بعض التوصيات موجهة للسلطة التنفيذية وكذلك للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولل أحزاب والمجتمع المدني. التقرير يوصي السلطة التنفيذية بالعمل على فرض احترام القانون وكراسات الشروط المنظمة للقطاع السمعي والبصري،
كذلك إلزام القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة باحترام قرارات الهيكل، فرض احترام قواعد الترسيم بالسجل التجاري والإشهار بما في ذلك أثناء نقل الملكية من خلال الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، توصيات خاصة بالإعلام بهدف ترسيخ ثقافة شفافية وبناء علاقة ثقة مع الجمهور، فإن وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة مدعوة إلى احترام متطلبات الإفصاح المباشر التي نصت عليها كراسات الشروط الخاصة بمنح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية وتلفزية خاصة، نشر المعلومات التي تهم جوانب حوكمة المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة، واحترام التعهدات التي نصت عليها كراسات الشروط مع اعتماد مصطلحات مبسطة وواضحة حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، احترام قواعد الترسيم بالسجل التجاري والإشهار، تركيز منصات تفاعلية لنشر المعطيات المحينة من ذلك المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف توفير تفاعل أكبر بين المؤسسة السمعية والبصرية والجمهور. ثالثا توصيات خاصة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، العمل على فرض احترام متطلبات الإفصاح التي نصت عليها كراسات الشروط على مالكي وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة، اقتراح التمشي الذي يعزز تنويع المضامين التحريرية واحترام أخلاقية المهنة الصحفية وحق المواطن في الإعلام، إلى جانب ضمان التوزيع الجغرافي الأكثر إنصافاً للمنشآت الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة، ووضع مقاييس تحول دون إسناد الإجازات على أساس التوازنات السياسية، إنشاء قاعدة بيانات تضع على ذمة الجمهور المعطيات التي تهم ملكية المؤسسة الإعلامية وجوانب تسييرها المنصوص عليها في مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيونية أو إذاعية، نشر الاتفاقيات وكراسات الشروط الموقعة من قبل المؤسسات الإعلامية على موقع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الهيكل، خاصة أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بنشر هذه الوثائق على مواقعها الإلكترونية، نشر المعايير والشروط التي تعتمدها الهيكل عند البت في مطالب الحصول على الإجازات، وكذلك محاضر الاجتماعات التي تعقيدها لهذا الغرض، العمل على عقد اتفاقيات تحث مزودي الخدمات الفضائية الأجانب على الالتزام بعدم تأجير القنوات لأطراف تسعى إلى بث برامج ذات مضامين تحث على الكراهية والعنف وعدم احترام حقوق الإنسان، تشريك الجمعيات المعنية بشفافية ملكية وسائل الإعلام واستشارتها في مسارات إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، تطوير التعاون مع الهياكل التعديلية المتواجدة في دول أخرى بهدف نقل الخبرات والمعطيات حول اتفاقيات شراكة أو مشاركة لشركات أجنبية في رأس مال الشركات التي يتم في إطارها استغلال القنوات التلفزيونية أو الإذاعية التونسية. بالنسبة للأحزاب السياسية والمجتمعات المدني، يوصي التقرير بالتحذير من خطورة أو يحذر تقرير من خطورة التهافت على الظهور في منابر القنوات الإذاعية أو التلفزيونية الخارجة على القانون، كما يحذر من خطورة استعمال الإذاعات والتلفزات الخاصة في إذكاء الخلافات الإيديولوجية والعقائدية والتحريض على انتهاك القانون. ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالمجتمع المدني، على مكونات المجتمع المدني أن ترفع من درجة يقظتها ومتابعتها للمؤسسات الإعلامية التي باتت تستأثر باهتمام الأوساط المالية التي تضع ضمن أولوياتها ضمان الربح المالي ولا تعبأ بمبدأ استقلالية المؤسسة الإعلامية. كما يتعين على المجتمع المدني أن يتصدى لأي محاولة تهدف إلى بسط نفوذ اللوبيات السياسية والمالية، وذلك بوضع استراتيجية تهدف إلى نشر ثقافة شفافية ملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة
التي تستأثر بحصص هامة من نسب المشاهدة والمتابعة، تنظيم حملات لنشر الوعي بين الصحفيين ومالكي وسائل الإعلام وفي مؤسسات الدولة بأهمية دعم مبدأ شفافية ملكية وسائل الإعلام وفوائدها في المجتمع الديمقراطي، التنسيق مع الجمعيات والمنظمات التونسية والعربية والدولية المعنية بموضوع شفافية ملكية وسائل الإعلام من أجل حماية المشهد الإعلامي في تونس من هيمنة وسائل الإعلام عابرة للقارات وغير ملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية، تدعيم علاقات التعاون مع المنظمات المعنية بشفافية ملكية وسائل الإعلام بالخارج بهدف الحصول في الإبان على معلومات تهم عقد شراكات أو التفويت في حصص من رأس مال مؤسسات تونسية لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية، دعم ثقافة الشفافية بوضع إطار قانوني ينظم قطاع صبر الآراء والمكاتب المختصة في الدراسات المتعلقة بنسب المشاهدة والاستماع لوسائل الإعلام بهدف ضمان شفافية هوية الجهات التي طلبت منها إنجاز هذه الدراسات والأموال المرصودة لها والمنهجية والتقنيات المعتمدة والفترة الزمنية التي تم خلالها القيام بالدراسة. وشكرا جزيلا لكم على الانتباه.